وإثر رفع الغانم جلسة اليوم بسبب اعتذار الحكومة المستقيلة عن الحضور، اندلع جدل دستوري واسع استندت أطرافه على المادتين 116 و97 من الدستور. والمادتان اشترطت إحداهما حضور الحكومة أو من يمثلها من الوزراء لعقد الجلسة، فيما نصت الأخرى على ضرورة حضور أكثر من نصف أعضاء المجلس لصحة الانعقاد. نتابع هذا التقرير. وعليه ترفع الجلسة لعدم حضور الحكومة. بين المادتين 97 و116 امتد الجدل الدستوري متصلا براهن الوضع السياسي والمستجدات التي تشهدها الساحة المحلية، جدل وقوده المواقف وشواهده السوابق البرلمانية إزاء رفع جلسة مجلس الأمة اليوم لعدم حضور الحكومة. على ضفة المادة 116 يقف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الذي رفع جلسة اليوم وفقا لنصها القائل: يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها باعتباره أحد شروط صحة انعقاد الجلسة. والشواهد تقول إن المجالس الماضية ومنذ عام 68 شهدت 28 مرة تم خلالها رفع الجلسة لعدم حضور الحكومة. إذا كان، أنا ما أعتقد أن هذا خطأ، بس إذا كان في وجهة نظركم وتحترم أنه هو خطأ، فتعديله وتصويبه وتقويمه لا يكون بقرار اليوم نأخذ قرار وباشر مجلس آخر يأخذ قرار ثاني ورئيس يأخذ قرار. هذا يتعلق بمادة دستورية استقرت الأعراف في فهم هذا النص الدستوري بهذا الشكل، تعديله نلجأ للمحكمة الدستورية. وأنا قلت لهم أقول لكم الآن أنا على استعداد، وأنا صوت مع الطلب، يقدم طلب التفسير اللي قدم الأخ مبارك الحجرف، يقدم مرة ثانية وخروح للمحكمة الدستورية اللي وفق قانونها هي الجهة المعنية بتفسير نصوص القانون. وعلى الضفة الأخرى فريق نيابي متمسك بالمادة 97 من الدستور التي تنص على أنه يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه، وعلى هذه الصورة يقف الفريقان كل على ضفته متحصنا بنص دستوري. المادة 97 من الدستور اشترطت صحة جلسات مجلس الأمة بتوفر الأغلبية، أغلبية أعضاء المجلس، وبالتالي لا يوجد أي مادة دستورية تلزم أو تشترط صحة انعقاد المجلس بوجود أعضاء الحكومة. ومن يستند إلى المادة 116 من الدستور، أنا أقرأ لكم المادة: وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته، ويجب أن تمثل الحكومة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها. فالمادة الأساس فيها عدم حضور الوزير، والمجلس هو من يطلب الوزير المختص لمناقشة أمور تتعلق بوزارته، فبالتالي الوجوب هنا على الحكومة أن تحضر الجلسة ولا تشترط فيها صحة انعقاد مجلس الأمة. يرى مراقبون في مركز مسارات أن الحل يكمن في المادة 50 من الدستور بشأن تعاون السلطتين، وذلك عبر تعجيل تشكيل الحكومة لتمكين مجلس الأمة من عقد جلساته، فضلا عن تقديم طلب للمحكمة الدستورية لتفسير المادة 116 من الدستور لحسم هذا الخلاف المتكرر. أما حلم المواطنين المؤجل من سنوات طويلة فهو في المادة 20 من الدستور بأن يكون هناك اقتصاد عادل وتنمية ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي. أهلا بك معنا دكتور. يعني بداية، بعد موجة الجدل اليوم بشأن رفع جلسة المجلس، دستوريا كيف تقرأ المشهد الآن؟ نحن بصدد تفسيرين. تفسير أنا أرى راجح أن المادة 116 في فقرتها الأخيرة توجب على الحكومة أن تحضر ولا توجب على المجلس إحضار الحكومة، ولكن في الجانب الآخر هناك عمل مستقر وله أساس في واقع بال64 وتواتر إلى درجة أن بعض الفقه سجل باعتباره هو واقع. الآن
في هذا الحال يجب أن نخلق كسر لتفسير أظنه غير سليم، ولكن لا يمكن تجاوز رأي الطرف الثاني بدون أداة منضبطة، إما تعديل اللائحة الداخلية وهي تستند للمادة 117 في تنظيم الجلسات، وفي هذا إقرار بأن التفسير السابق غير سليم، وهذا توجه ظهر في ثلاث سوابق في 2009 في 2010 وفي المجلس الحالي حسب المنشور تقدم العضو الدكتور حسن جوهر وأعضاء باقتراح لتعديل اللائحة في هذا الاتجاه. وهناك التوجه الآخر وهو الذهاب للمحكمة الدستورية بطلب تفسير. هذا ما قال رئيس مجلس الأمة اليوم دكتور، يعني صراحة قال رئيس مجلس الأمة، قال أن سبب رفع للجلسة يعني كان بتفسير صحيح، يعني ويقول أن من يريد الذهاب للمحكمة الدستورية لنقل تفسير مستقر. نعم نعم تفضل دكتور. نعم هو تفسير مستقر صحيح صحيح، قولا واحدا هو تفسير سارت عليه المجالس المتعاقبة، هذا كلام سليم. الآن هناك عدد من الفقه، جانب من الفقه الكويتي، هناك حتى اقتراحات بقانون تنكر هذا الأساس الدستوري لهذا الاستقرار أيضا صحيح. عندما نكون بصدد اختلاف يجب أن يكون هناك حسم، إما الحسم يأتي بتوافق وواضح أن التوافق غير موجود، الحكومة مكون في المجلس، هناك مكونات أخرى في المجلس، إذا نحتاج إلى توافق غير موجود، البديل يكون بفرض وجهة نظر بأسلوب مقبول، بأسلوب مقبول. الأسلوب المقبول إما المحكمة الدستورية بتفسير، وإما من وجهة نظري تعديل في اللائحة الداخلية التي تستند للمادة 117. طيب دكتور لو سمحت لي، الأخذ بواحد من هذين الحلين سوف يظل الجدل بدون نتائج، سوف يظل جدل واضح حقيقي. واضح دكتور باختصار إذا سمحت، الجدل ليس وليد اليوم يعني، وهذا الجدل مستمر في كل تقريبا المجالس السابقة برأيك، وباختصار وبصراحة لماذا لم يذهب أحد إلى المحكمة الدستورية، ولماذا لم يطلب تفسير اللائحة الداخلية؟ أنا في ظني الآن بالنسبة للائحة الداخلية كانت هناك جلسة وكان هناك تردد وقيل أننا نتوجس أن يكون هناك تفسير آخر، أو على الأقل قيل هذا بتلميح. أما لماذا لم تعد اللائحة الداخلية، أخشى أن دائما هناك اندفاع، ما يخالف استخدم تعبير المحلي قومة بدون خط، هناك دائما نتجه لأمر ثم نفتر. حدث اهتمام بالموضوع في 2009 في 2010 والآن تم اقتراح بقانون، أظن يجب أن نستمر، وهناك قلت طريقين. نعم. واضح دكتور وصفك للمشهد بأن ربما يكون يعني قومة بدون خط واضح جدا. الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي شكرا جزيلا لك. وللمزيد من النقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع، أهلا بك معنا دكتور. بداية، كيف يمكن تفسير المادة 116 من الدستور والتي نصت في فقرتها الأخيرة على أنه يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها، وذلك باعتباره أحد شروط صحة انعقاد الجلسة؟ مساكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المادة 116 من الدستور تتكلم عن أمر ليس له علاقة بصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة، إنما تتكلم عن
تمثيل الحكومة في جلسات مجلس الأمة من خلال تمكينها تمكينا صحيحا من الحضور، بحيث تكون هناك دعوة تتم للحكومة وتكون هذه الدعوة صحيحة وبوقت كافي ومناسب حتى لا تباغت الحكومة، لتقرر بعد ذلك الحكومة رغبتها في حضور الجلسة من عدم الحضور. فالمادة 116 لا تتكلم عن صحة انعقاد جلسات مجلس الأمة ولزوم حضور الحكومة لصحة انعقاد جلسات المجلس، وإنما فقط تتكلم عن وجوب تمثيل الحكومة، أي أنه لابد أن يتاح للحكومة قانونا وهو بدعوتها وزمنا وهو بوقت كافي إمكانية. نعم دكتور، وضحت الفكرة. طيب بالنظر إلى المادة 97 أيضا، والتي تنص على أنه يشترط على لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه، هل يمكن اعتماد إحدى المادتين والأخذ بها منفردة لصحة انعقاد الجلسات؟ طبعا المادة الوحيدة التي يمكن أن يعول عليها لصحة انعقاد الجلسات هي المادة 97 من الدستور. المادة 97 من الدستور تتكلم عن ما نسميه قانونا بشرط انعقاد الجلسة صحيحة، وهو وجود النصاب القانوني، وهذا النصاب يتمثل بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس التشريعي أو مجلس الأمة. فإذا حضر أكثر من النصف، سواء كان هذا النصف من الأعضاء أو من الأعضاء والوزراء، ما دام أن العدد قد وصل إلى أكثر من نصف الأعضاء وهو في وضعنا الحالي 33 عضوا، فتكون الجلسة صحيحة. أما ما يشار إليه من أن هناك عرف تم من خلال المجالس السابقة بتطبيق المادة 116 أن تكون هي شرطا لصحة انعقاد الجلسات، هذا الكلام اللي هو غير صحيح. لا يمكن أن ينشأ العرف الدستوري بالمخالفة لنص الدستور الصريح. نعم. ونحن أمام نص دستوري صريح هو مادة 97، وهي الوحيدة التي تعتبر شرط انعقاد جلسات. وضحت الفكرة دكتور محمد المقاطع الخبير الدستوري، شكرا جزيلا لك.